السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا من مادة الرياضيات تحت مسمى فقرة أحل الصفحة 101 راح نحل التدريبات سواء إن شاء الله لموضوع تمثيل بيانات باستعمال إشارات العد. عندنا فقرة أحل. أول تمرين، أمثل البيانات باستعمال إشارات العد. مثل ما تعلمنا أنه إحنا كل خط مستقيم، كل خط هو يمثل لنا رقم واحد. فهسا نعد، نجي نعد من كل أنواع الفلفل، الفلفل الأحمر والأخضر والأصفر، ونكتب إشارات العد، عددهم بإشارات العد مقابلهم. مثل ما نلاحظ هنا بالنسبة للفلفل الأحمر هو 4 فلفلات، فكان رسمهم يكون 4 إشارات عد. نجي للفلفل الأخضر، راح نشوف شلون راح نحسبه وراح نرسمه. 1 2 3 4 5 6، يعني عندنا لازم 6 إشارات عد. هاي 1 2 3 4 5 6. شلون نحط الخامس؟ احنا قلنا من نوصل للعدد 5 كل 4 نحط عليهم شخط خط مائل، هذا يمثل لنا عدد 5، فهي 6 فلفلايات، ف نحط شخط إضافي صاروا 6، يعني هذه تمثل لنا الرقم 5 وهذا 1 فصاروا 6. نجي على الفلفل الأصفر، 1 2 3 4 5 6 7، 7 فلفلات صفراء. 1 2 3 4، مثل ما قلنا الخامس يكون مائل، 5 6 و 7. نجي على التمرين اللي بعده. عد منصور أشجار مزرعته ومثل عددها باستعمال إشارات العد. منصور عنده مزرعة، عد أشجار الموجودة عنده بالمزرعة باستخدام إشارات العد. قلنا كل مجموعة 4 خطوط، الخامس يكون مائل فهي تمثل لنا العدد 5، يعني كل شكل هيك نحسبه 5، يعني هذه 5 هذه 5 هذه 5 هذه 5. اذا هسه راح نجي نشوف الاسئله المرتبطه بهذا الجدول حتى نقدر نحلها. ما عدد اشجار النخيل في مزرعه منصور؟ وين النخيل؟ اول وحده النخيل، نحسب كم نخله عنده. هذه 5 10 15 20، اذا عنده شنو؟ 20 نخله. تمام. نجي على بعدها، أي الأشجار عددها 7 فقط في مزرعة منصور؟ نجي على النخيل، النخيل قلنا 20 فأكيد هي مو عدد 7. العنب شقد؟ 5 10 15 20 1 2 3، إذا 23 شجرة عنب. نجي على التين، هاي 5 6 7، إذا أي الأشجار عددها 7 في مزرعة منصور؟ هي التين. زين، ما عدد أشجار العنب والتين معا؟ يعني يريد عدد أشجار العنب وأشجار التين نجمعهم سوا. قلنا نعد العنب شقد؟ 5 10 15 20 20 23 شجرة بالنسبة للعنب، والتين 5 6 7، يعني نقول 23 زائدا 7 7. يساوي لنا شقد؟ يساوي لنا 30 شجرة. تمام. وهذا كل ما عدنا بالنسبة للتمارين تمثيل البيانات باستعمال إشارات العد. والسلام عليكم ورحمة الله.